بسم الله. ربنا اجعلنا دعاة السلام ومحبة ووئام يا رحمن. ولا تنكحوا المشركين، يعني ما تعطيوش بناتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقت لا يؤمن وتحققتوا من إيمانه صحيح غير مفتعل غير تمثيل، فلا تعطي بنتك، ولكن زائد دائما بسار على حقيقة الإنسان الذي يدعى الإسلام. قد قدس من واحد قتلنا وقدعنا، إما باش يجس علينا وإما باش ياخذ بناتنا، عجبته البنية في أدابها في جمالها في طولها في كذا في منطقها. هذا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وبذلك كما قال مقبلك ربي ولا أمة مؤمنة هنا ولا عبد مؤمن، أنا بالسربيتور اللي يخدم فيك ليل ونهار بكل تواضع خير من مشرك. أعطيه بنتك، هذاك اللي يخدم فيك عارف قدرك. وكيف عارف قدرك ومش يتزوج بنتك راه ومش يقدرها ويحميها وغير عليها ويلتزم بما هي عليه من إيمان وعلو أخلاق ووو. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون النار، أي les arrogants les païens arrogants ils sont comme on dirait condamnés à être les hôtes de l'enfer. والسلام علينا بالتمام والكمال.